نشرة منتصف الليل مشاهدينا، أهلا بكم. البداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يهنئ العداء الجزائري جمال سجاتي عقب تتويجه بالميدالية البرونزية. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يؤكد أن التفوق البارز لأشبال الأمة نتيجة طبيعية لنجاعة المراهنة على توفير العنصر البشري المؤهل كاستثمار مربح في مسار تطوير الجيش والارتقاء بجاهزيته إلى أعلى المستويات. مع بدء العد التنازلي لانطلاق الحملة الانتخابية، السلطة المستقلة للانتخابات تجري عملية القرعة لتوزيع الحيز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية، وتلفزيون الجزائري يسخر كافة الوسائل لإنجاح تسجيلات التعبير الحر. الجزائر تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن مجزرة حي الدرج بغزة الثلاثاء المقبل. وعلى الأرض يواصل الاحتلال الصهيوني الإمعان في حرب الإبادة الوحشية. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. بداية، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون العداء جمال سجاتي عقب تتويجه أمس بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر، حيث كتب في حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي: مبروك جمال سجاتي الصعود على منصة التتويج بعد سباق قوي، تستحق الميدالية الأولمبية، ألف مبروك. الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبية هنأ أيضا جمال سجاتي على إحرازه الميدالية البرونزية، وجاء في تهنئة الفريق أول سعيد شنقريحة: لك منا كل التهنئة على ضوء النتائج الممتازة المحققة لدى أشبال الأمة، ترأس السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس مراسم حفلية تكريم المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة جوان 2024. وبالمناسبة أكد السيد الفريق أول أن هذا النجاح نتيجة طبيعية لنجاعة المراهنة على توفير العنصر البشري المؤهل كاستثمار مربح في مسار تطوير الجيش الوطني الشعبي والارتقاء بجاهزيته إلى أعلى المستويات. فتحية بالعالية. عقب النتائج الممتازة التي حققها أشبال وشبلات الأمة في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة جوان 2024، حيث بلغت نسبة النجاح بشهادة البكالوريا 97.95% وبشهادة التعليم المتوسط 100%، ترأس السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بالنادي الوطني للجيش مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في هذه الدورة، وذلك بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى ورؤساء دوائر وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي ومديري ورؤساء المصالح المركزية، وكذا أولياء الطلبة المكرمين وعدد من الأساتذة. وبهذه المناسبة ألقى السيد الفريق أول كلمة حرص من خلالها على تبليغ الشبلات والأشبال المتفوقين تهاني السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني نظير النتائج الممتازة المحققة من طرف مدارس أشبال الأمة في هذه الدورة، كما تقدم لهم بدوره بتهانيه الخالصة على هذا النجاح المتميز. على إثر النتائج الممتازة والباهرة
التي حققتها مدارس شبال الأمة في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة جوان 2024، يطيب لي أن أبلغكم أنتم شبلات وأشبال الأمة المتفوقين تهاني وتبركات السيد الرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الذي يحثكم على المزيد من النجاح والتفوق في مساركم المستقبلي التعليمي والمهني. كما أتقدم لكم بدوري ومن خلالكم إلى كافة زملائكم الذين تمكنوا من نيل هاتين الشهادتين بالتهاني الخالصة على هذا النجاح المستحق الذي يعد ثمرة لجهودكم ومثابراتكم على التحصيل العلمي طوال السنة الدراسية. السيد الفريق أول أكد بذات المناسبة أن هذا النجاح يعد نتيجة طبيعية للمقاربة الشاملة وبعيدة النظر التي انتهجتها القيادة العليا في سبيل النهوض بقدرات جيشنا العتيد، وأشاد كذلك بشبلات الأمة اللواتي حققنا على غرار الأعوام الفارطة نسبة 100%. كما أن هذا النجاح يعد نتيجة طبيعية للمقاربة الشاملة وبعيدة النظر التي انتهجناها في سبيل النهوض بقدرات الجيش الوطني الشعبي، والتي ترتكز على جملة من المحاور الرئيسية أساسها العناية القصوى بالجانب التكويني بكافة مستويات، لأننا نعتبر أن المراهنة على توفير العنصر البشري المؤهل تأهيلاً كافياً ووافياً هو الاستثمار المربح الكفيل بإنجاح عصرنة وتطوير الجيش الوطني الشعبي والارتقاء بجاهزيته إلى أرقى مستوياتها المطلوبة. ولا يفوتني كذلك بهذه المناسبة الافتخار بشبلات الأمة اللواتي حققنا على غرار الأعوام الفارطة نسبة 100%، حيث أظهرنا إرادة قوية وعزيمة لا تلين في التفوق وطموحا منقطع النظير لتحقيق هذا النجاح الذي سيؤهلهن دون شك للانخراط في مسار مهني متألق والولوج كافة مجالات مهنة الأسلحة، تجسيداً لمساعينا الحثيثة لتحفيز العنصر النسوي ليتبوأ المكان المستحق له على كافة الأصعدة والميادين من خلال إشراكه في المجهود العام لتطوير كافة مكونات قوتنا المسلحة. عقب ذلك تم تكريم المتفوقين بالإضافة إلى بعض الأساتذة.
في ختام اللقاء فسح المجال لشبل وشبلة ليلقيا كلمتين باسم زملائهم، ليأخذ بعد ذلك السيد الفريق أول صورة تذكارية مع الأشبال المكرمين. تتقسم الجزائر بشكل كلي وكامل الانشغالات التي أعربت عنها الأمم المتحدة بشأن الحشد والتعبئة الأخيرة للقوات في مختلف مناطق ليبيا، لا سيما تجاه مناطقها الجنوبية والغربية. وبالنظر إلى تعدد وتنوع وتشعب العراقيل التي لا تزال تواجه مسار البحث عن تسوية سلمية للأزمة الخطيرة التي يعيشها هذا البلد الشقيق، فإن وقف المواجهات والصدمات بين الإخوة الفرقاء يعد مكسباً بالغ الأهمية ينبغي الحفاظ عليه مهما كان الثمن. وعليه فإن الجزائر تدعو جميع الأطراف الليبية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس والتبصر لتجنيب بلدهم وشعبهم التداعيات المأساوية لاستئناف المواجهات التي ستكون أولى ضحاياها كافة الأهداف التي ينشدونها وننشدها معهم من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة ومن تحقيق المصالحة بين الليبيين ومن إعادة توحيد المؤسسات وخاصة المؤسسات الأمنية ومن وضع حد للتدخلات الأجنبية وكذا فتح عهد جديد من الأمن والاستقرار والازدهار في هذا البلد الشقيق. هذا وتجدد الجزائر بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الأممي التزامها بالقرار رقم 2735 الصادر يوم 10 جوان المنصرم، والداعي إلى تفعيل وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، لا سيما وأن الجزائر قد اضطلعت بمسؤولياتها كاملة في مسار المفاوضات التي توجت باعتماد ذات القرار. كما تجدد الجزائر حسب بيان وزارة الخارجية تمسكها التام والمطلق بهذا القرار، خاصة في ظل السياق الحالي وما يسومه من تكثيف للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومن سعي ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني لتصعيد متعدد الجبهات والوجهات في المنطقة. ومن هذا المنظور فإن الجزائر تدعم كافة الجهود الرامية إلى ضمان تنفيذ فعلي وعاجل لقرار مجلس الأمن سالف الذكر، وعلى وجه الخصوص البيان المشترك المتفق عليه لهذا الغرض من قبل قادة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية. في سياق ذاته وحسب مصدر دبلوماسي بنيويورك، دعت الجزائر أمس مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة ومفتوحة هذا الثلاثاء بشأن مجزرة حي الدرج بغزة. دعوة الجزائر تأتي إثر التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بالتشاور مع دولة فلسطين وبدعم أعضاء آخرين بمجلس الأمن. مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الصهيوني أمس مستعرضا جبروت مدفعياته وطيرانه على النازحين أثناء تأديتهم لصلاة الفجر داخل مدرسة الفاتحين بحي الدرج، في نية مبيتة ومفضوحة لإيقاع أكبر الخسائر في الأرواح وتدمير ما تبقى من البنية التحتية لقطاع التعليم، في مشهد مرعب وصادم ينم عن وحشية لا مثيل لها في التاريخ. مراسل تلفزيون وسام أبو زيد. في ساعات الفجر تبددت أحلام النائمين بصواريخ الغدر الإسرائيلية التي انهالت عليهم خلال آدائهم صلاة الفجر بمدرسة التابعين بحي الدرج بمدينة غزة، ونسف الاحتلال طابقين على من فيهما من مدنيين، جريمة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين دفعة واحدة، تخللها مشاهد مؤلمة للأطفال والنساء زادت من حالة الغضب والألم. فجر هذا اليوم استهدفت القوات الإسرائيلية هذه المدرسة
بأكثر من صاروخ حربي أدى إلى نصف الطابق الأول، وهو المسجد الذي تتواجد فيه قرابة 250 شخص كانوا يتواجدوا في هذا المكان. وفي ساعات النهار كانت جثامين الشهداء ملقاة على الأرض، لا أماكن تأويهم وهم أحياء وحتى وهم شهداء، لنقص الإمكانيات في المستشفيات الفلسطينية. ولا تزال فرق الدفاع المدني تنتشل المزيد من الضحايا من تحت ركام المدرسة المدمرة. قرابة 250 شخص كانوا يتواجدوا في هذا المكان، استشهد في لحظة واحدة قرابة أكثر من 90 مواطن في لحظة واحدة، وهناك أيضا مواطنين لا زالوا مفقودين، هناك جثث لا زالت مقطعة موجودة، هناك جثامين، هناك أشلاء موجودة لا يمكن التعرف عليها. اليهود بدعوا أنه في عنا عناصر مسلحة كانت في المدرسة. طبعا شمال غزة فيش فيها عناصر مسلحة نهائيا، باعتراف اليهود نفسه أنه تم القضاء على جميع العناصر المسلحة، يعني مراكز آوية وفارغة ولا يسكنها إلا الأطفال والنساء. فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي قصف الاحتلال أكثر من 172 مركز إيواء وخيام تأوي نازحين، وكان القتل فيها جماعيا وليس فرادى. فمن مجزرة المعمداني ومواسي خان يونس ومذابح النصيرات ورفح وغيرها من حرب الإبادة الجماعية، ولا زال الاحتلال يواصل حربه النازية بحق الأطفال والنساء ليحقق مآرب سياسية والضغط على المقاومة الفلسطينية. خلينا عصابات كله، والله ما بتعرفش اللي صار، مين اللي عاش من مين اللي مات، ايش هذا اللي بيصير، حسبي الله عليهم. فالاحتلال الإسرائيلي الذي كان يتنصل من جرائمه يعلن اليوم جهرا أنه يقصف المآوي والنازحين بعد أن تقاعس المجتمع الدولي في إجباره على وقف عدوان أزهق أرواح الأبرياء والمدنيين. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. في ملف رئاسياتها 7 سبتمبر المقبل، ومع بدء العد التنازلي لانطلاق الحملة الانتخابية، نظمت أمس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية القرعة لتوزيع الحيز الزمني المخصص لتدخل المترشحين في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية. العملية جرت تحت إشراف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبحضور رئيس سلطة الضبط السمع البصري وممثلين عن مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة. وليد صاري. 144 ساعة هو الحجم الساعي الإجمالي لوحدات التعبير المباشر على مدار 20 يوما من الحملة الانتخابية، المدة الزمنية المخصصة لبث تدخل المرشحين الثلاث قسمت بالتساوي في قرعة علنية نظمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. العملية وصلت مستوى من التحكم ومن التنظيم يجعلنا من جهة نفتخر بما وصلت إليه الطاقات البشرية المكونة للسلطة الوطنية للانتخابات، في نفس الوقت يطمئننا على أن الإعداد لهذه الانتخابات وصل إلى مستوى عالي جدا من كل النواحي، سواء الإعداد البشري أو الإعداد التنظيمي أو الإعداد اللوجستي. الحيز الزمني للمترشحين تم توزيعه عبر عدة مقاييس في وسائل الإعلام السمعية البصرية، عملية لاقت ارتياح ممثلي مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاث. التوزيع العادل للحصص الزمنية بين جميع المترشحين. نشكر السلطة الوطنية على كل شفافية، على الأسلوب الذي نظمت به عملية القرعة، على الكم الزمني الكثيف الذي وفرته لكل مترشح. نتمنى إن شاء الله التوفيق لجميع المترشحين. والتي كانت باحترافية وكانت خطوة، نعتقد بأن تطور ملحوظ في عمل السلطة الوطنية، تطور ملحوظ للجزائر في تنظيمها لانتخابات واعدة مثل الانتخابات الرئاسية. القائمون على عملية توزيع الحيز الزمني في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية جندوا كل الموارد البشرية والمادية لإنجاح هذه العملية. التلفزيون الجزائري وكالعادة وفي كل استحقاق وطني يقوم بتوفير كل الوسائل والإمكانيات المادية والتقنية والبشرية
بحضور زملاء صحفيين وتقنيين ذوي خبرة ومسؤولية والتزام، وسيسهرون على هذه العملية لإنجاح هذا الحدث الوطني الهام. تم إعادة تهيئة وتجهيز الاستوديوهات الخاصة بالإذاعة الجزائرية في نادي الصنوبر، وفرنا أحسن الظروف الممكنة لاستقبال المترشحين أنفسهم للرئاسيات أو من يمثلهم حتى يتمكنوا من تسجيل تدخلاتهم طبعا باللغتين الوطنيتين العربية أو الأمازيغية. هي عملية ديمقراطية من شأنها الحفاظ على نزاهة وشفافية وحياد وسائل الإعلام في تغطيتها للتعبير المباشر للمترشحين خلال الحملة الانتخابية. والمؤسسة العمومية للتلفزيون أعدت العدة لإنجاح سيرورة الحملة الانتخابية بكل احترافية واقتدار، على غرار فضاء التعبير الحر للمترشحين الذي تم تجهيزه بكافة الوسائل والإمكانات مواكبة للحدث الانتخابي الهام. نسيمة يعقوبي. الإعلام، الحلقة الوصل بين المترشحين والهيئات الناخبة، التلفزيون الجزائري وعبر عديد الاستحقاقات تجربة رائدة في مواكبة الحدث، استعدادات حثيثة على مستوى هذا الفضاء الحر المخصص لتسجيل تدخلات المترشحين للسباق الرئاسيات المقبلة. متواجدين وحطينا الأجهزة وفي أتم الاستعداد من أجل هذا العمل إن شاء الله. من هنا سيكون المنبر الحر لكل المترشحين والفضاء الحر لهم عبر تقنيات وتكنولوجيات حديثة سخرت من أجل تمكين الهيئة الناخبة من الاطلاع على حيثيات وبرامج المترشحين، وكذا لتقريب المنافسة الانتخابية من المواطن. عندنا استوديو هنا يعني وجدنا كلش الماتريال تاعنا، لي كاميرا لي ميكرو لي كليراج 99% واجدين باش نبداو التسجيلات تاعنا، والظروف تمشي عاديه كيما موالفين نخدموا. كيما جرت العاده في مثل هذه التظاهرات، التلفزيون العمومي سخر كل الامكانات باش تنجح وباش حنا التقنيين بكل احترافيه نوصلوا احسن صوره للمواطن، حتى المترشحين راح يكونوا في اريحيه ويوصلوا الصوت تاعهم للمواطن. التلفزيون الجزائري يضبط آخر اللمسات قبيل 15 أوت القادم لنقل مجريات الحملة الانتخابية بكل موضوعية واحترافية، وهو الرهان الواجب رفعه. بموقع جغرافي مميز ومقومات اقتصادية وبشرية هامة، تترقب ولاية ورقلة الانتخابات الرئاسية، موعد يصنع الحدث والاهتمام بين شباب الولاية لما له من أهمية وأمال لمواصلة المسيرة على النسق البنائي والتشييد. محمد سنوسي عياد. في العد التنازلي لانطلاق أهم استحقاق انتخابي رئاسيات 7 سبتمبر، ترتسم أهمية الحدث في اهتمام وأحاديث المواطن في ولاية ورقلة والأمال المعلقة على من تفرزه هذه الانتخابات، أهمية ترتكز على المسار الديمقراطي للفعل الانتخابي وما يتبع ذلك من تحقيق لكل برامج التشييد والبناء. سكان ولاية ورقلة ينبغي لهم التوجه بقوة إلى هذه الانتخابات، كون ولاية ورقلة يعني عاصمة جهوية وعاصمة اقتصادية، التوجه إلى الانتخابات قصد اختيار المترشح الذي في برنامجه إعطاء بعد أكبر وأهمية أكبر لهذه العواصم الجهوية. عاصمة لوحة ولاية ورقلة وعاء انتخابي كبير ورصيد مهم لطاقات شبابية من خريجي الجامعة والمعاهد الوطنية، هي اليوم قصص نجاح لمختلف المناصب القيادية والمؤسسات الناشئة والمجالس المنتخبة. يتطلع الشباب مع اقتراب هذا الموعد الهام لاستكمال النسق التنموي المحلي للولاية باعتباره عنصرا فاعلا ومؤثرا بمشاركته في العملية الانتخابية. يعني ماذا بينا احنا تكون لدينا مساهمه يعني في تحسيسات او توعيه للشباب يعني اللي مازال ماهوش عارف يعني انه هذا الحدث العظيم اللي تمر به البلاد نتاعنا هو حدث كبير يعني ولازم نساهموا فيه، يعني ما نقاطعوش ولا واش راه نشوفوا يعني في الناس اللي مازال راهي ماهيش فاهمه باللي هذا الحدث يعني راه عنده اهميه كبيره يعني في صنع الاوطان وصنع الامجاد يعني
للبلاد نتاعنا ان شاء الله. كشباب يعني في على المستوى المحلي في ولايه ورقله دائما لدينا تلك المشاركه القويه في الانتخابات، ونرجو من كل مواطنين يعني والمواطنات وساكني ولايه ورقله انه يوم 7 سبتمبر يعني يكونون في الموعد وفي هذا الاستحقاق لانجاح هذا الاستحقاق الرئاسي لضمان يعني تلك الامن يعني لضمان وتجسيد دائما ذلك من اجل امن واستقرار بلادنا. نتمنى من رئيس الجمهورية أو أي أحد راح ينجح في هذه الانتخابات يشوف في تطلعات الشباب وركز أكثر على الشباب، خطر كان ياسر الناس أو شباب عندها تطلعات كبيرة وتنتظر من سيد رئيس الجمهورية أن يرى في تطلعات هذه الشباب. كل الاتجاهات تؤدي إلى الموعد الانتخابي الرئاسي المسبق في 7 سبتمبر لهذا العام بولاية ورقلة، وعين على مشاركة شبابية واعية بأهمية هذا الاستحقاق كرافد أصيل في طريق الإصلاح والبناء والتطوير. في موضوع آخر ومتابعة للتعليمات الخاصة بإلزامية التكفل بالوحدات الصناعية المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية، تم أمس تسليم مصنع الحديد بالمسيلة للمؤسسة العمومية الاقتصادية فوندال المختصة في صناعة الحديد، وقد تم التأكيد على ضرورة الإسراع في الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل المصنع الذي كان يوفر أكثر من 200 منصب شغل. فاطمة زهرة بن فضل الله وأكثر تفاصيل. بعد 5 سنوات من التوقف عن إنتاج الحديد، ها هو اليوم مصنع الحديد بولاية المسيلة يعاد بعثه من جديد، وهي عملية هامة أعادت الأمل لعمال هذا المصنع، وكلهم عزم على العودة لمناصبهم والمساهمة في الرفع من القدرة الإنتاجية. من 2019 إلى غاية تاريخ هذا اليوم يعني معاناة ما يعلم بها غير ربي، يعني معاناة تعنوا تعبوا نفسيا تعبوا جسديا ماليا. أما الظروف يعني الحمد لله يا ربي، يعني احنا نشكر السلطات العليا، نشكر أول على رأسها السيد رئيس الجمهورية أنه كان يعني لعب دور فعال في إعادة النشاط لهذا المصانع هذو. أنا في المصنع هنايا ونقدموا الإضافة للمصنع هذا، وإن شاء الله يكونوا بادرة خير لولاية المسيلة. هذا المصنع كان يعني يتربع على مساحة 23 هكتار وفيه مساحة مبنية 2.6 هكتار. دخول هذا المصنع حيز الخدمة راح يوفر لنا يعني أول امتصاص البطالة، وكذلك تلبية حاجة المواطنين، خاصة أن المصنع يعني هو مربوط باستراتيجية الدولة. حسب المعطيات وبلغة الأرقام تقدر الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع ب 550 ألف طن سنويا، وهي مرشحة للارتفاع، فيما كان يوفر أكثر من 200 منصب شغل لأبناء المنطقة. فوندال راح تقوم بكل واجباتها نحو هذا المصنع هدايا. المصنع راح يكمل في صناعة الحديد والخرسانة. المصنع راكو شفتوه كيف داير، ان شاء الله ناخذوا كل الامكانيات تاعنا باش نسارعوا في تشغيله. ومع عودته للانتاج بعد الانتهاء من الاجراءات اللازمه، من المنتظر ان تفتح افاق اوسع بهذه المنطقه. نطمئن العمال اللي سبق لهم عملوا في هذا المصنع سيواصلون ان شاء الله عملهم ويبقوا يواصلوا العمل تاعهم على مستوى هذه المؤسسة. استلام المؤسسة العمومية الاقتصادية فوندال لهذا المصنع والإسراع في عودته للإنتاج الحديد ومؤشر إيجابي لدعم قطاع صناعة الحديد والصلب ببلادنا. والمنطقة الصناعية بولاية برج بوعريريج من أكبر المناطق الصناعية التي تحتضن أكثر الاستثمارات إنتاجاً، منطقة تشهد تهيئة شاملة وربطاً بكل المتطلبات لتسهيل وتشجيع الإنتاج. أحمد ياسين نقاش. الانطلاق في إعادة تهيئة المنطقة الصناعية، وهذا بربط كل المستثمرين بشبكة الغاز والكهرباء المياه الصناعية وقنوات الصرف لتسهيل عمل كل المستثمرين. في البداية لقينا صعوبات كبيرة، أنه مثلا مادة الغاز الطبيعي ما كانتش كاينة، الماء الشرب أيضا كان ناقص،
الطريق ايضا ثاني كان ناقص، ولكن اليوم الحمد لله مع دعم السلطات الولائيه من خلال وكاله التشغيل، من خلال صنع الغاز اللي يعني تم ربط المصنع بالغاز الطبيعي مؤخرا، الحمد لله يعني لقينا دعم من مختلف السلطات الولائيه. فيما يخص لاميناجمون تاع لا زون لاليكتريسيتي الطرقان مع لا دي تي بي مع لا غور، يعني الحمد لله يعني عاونونا والحمد لله. لوشكون حنا يكون عندنا تسهيلات وامتيازات في اللوجيستيك كما تكون والمجال ثاني سو لو بلون ادمنستراتيف ثاني بيان سور سافا 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 انفلوي ديريكتومون سو لا برودكسيون، تكون عندنا انتاج مليح. السلطات المحليه من خلال هذا المشروع تسعى لجلب عدد اكبر من المستثمرين. هذا مكسب قوي للمناطق الصناعيه نتاعنا سواء راس الواد او بوش بوعيج الحماديه، هي انها نتوفر على الطاقه فيما يخص الغاز والكهرباء. استكملنا استغلال اكثر من 20 وحده صناعيه جديده على مستوى هذين المنطقتين، هي وحدات صناعيه شغاله وتنتج منتوجات تلبي باحتياجات السوق الوطنيه ومنها ما يصدر للخارج. إذن توفير كل الامكانات الماديه واللوجستيه للمستثمرين ستسهم حتما في خلق مناخ استثماري جذاب. شهدت ولاية تيزي وزو مساء أمس اندلاع مجموعة من الحرائق على مستوى كل من بلدية أيد فراح إمارة بطنة وعزوزة، بلدية الأربعة النثرة تنة، وقرى دائرة بني دوالة بولاية تيزي وزو، حيث تعمل عناصر الحماية المدنية على إخماد الحرائق والتحكم بها على مستوى العديد من القرى والمداشر مع عدم تسجيل أي خسائر بشرية. وإثر ذلك تنقل المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف إلى ولاية تيزي وزو للوقوف على سير عمليات التدخل لإخماد الحرائق، حيث أسدى تعليمات لمدير تنظيم وتنسيق العمليات بتدعيم الفرق المتدخلة بوسائل بشرية ومادية إضافية وإعطاء الأولوية دائما لحماية الأشخاص والمجمعات السكنية. سجلت ولاية تيزي وزو خاصة في بلدية الأربعاء نثرة في كل من قرى أيد فراح وعزوزة وبوحاق، كذلك بلدية أيد محمود دائرة بني دوالة، توريرت موسى وتقررت وأقرقر، كذلك في منطقة تاخوخ. الحماية المدنية يعني كانت هناك وسائل جد هامة والدعم بطائرة الإطفاء، كذلك الروتا المتنقل لكل من تيزي وزو البويرة، وهذا لإخماد هذه الحرائق. هذا وتكثف فرق الحماية المدنية بولاية بجاية بمعية أعوان الإطفاء التابعة للغابات منذ مساء أمس جهودها للسيطرة على الحريق المندلع في غابة أجمون وكردوش ببلدية أدكار، حيث تم السيطرة النهائية على موقدين هامين، فيما تتواصل الجهود للسيطرة على مختلف بقع الحريق التي لم يسجل فيها أي خسائر عدا الغطاء الغابي. يذكر أن فرق الحماية المدنية تدعمت بالرتل المتنقل لولايتي بجاية والأغواط والمفازة الجهوية لولاية سطيف، وكذا طائرة إخماد من نوع أتي 802. حقيقة يعني على إثر هذا الحريق المهول الذي اندلع في منطقة أذكار كان تدخل يعني قوي بكل وسائل، قمنا بتجنيد كل وسائل إما للحماية المدنية، محافظة الغابات، الأمن، الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي، وأؤكد أنها قمنا بحماية أولا القرى المجاورة، ولم تصل النار إلى أي قرية ولم نسجل أي منزل يعني قصد النار. أنا نبجنتين البلدية كي لا بروتكسيون سيفيل ولا جندرميري ولا ولاية ولا ديو ولا رميرهم كاع هنايا ولا بي ام بي جي كاع لي كوليكتيفيتي كاع لي سيكتور راهم هنايا متجندين، الحمد لله ما كانش دي ديغا هيومان ديو ميرسي. استطاعوا باش يتحكموا في الاوضاع، والحمد لله كاين تدخل يعني سريع جدا بالطائرات وبالاطفاء، كاين دعم كبير والحمد لله، يعني الاضرار حسب المعطيات اللي وصلت لنا ما كانش بزاف اضرار، يعني ما كانش اضرار ماديه او بشريه غير الاضرار الماديه.
ادن زوصيق الغاشيه وكنا تحذرني ما نسن افثمس لا بيريود تحما الور ذا كين كوني غاد كارد شين زون محسوب شاضيكس الغاف هاي القيونا ذي تي في تيو اما الدخان اما اكوين دي بروفو كنتي مس فوالا. في الرياضة وإلى أخبار الألعاب الأولمبية، ميدالية برونزية تضاف أيضا إلى رصيد الجزائر بعد الميداليتين الذهبيتين بفضل العداء جمال سجاتي في نهائي سباق 800 متر. أمين رزاوي. الله جمال لله أنا جد سعيد بهذا الإنجاز. ما تنساوش بلي السباق كان سريع جدا، كان من البداية كان سريع وأنا فرحان بزاف بهذا الإنجاز. وقدمت تقريبا كنت قدمت ثالث اسرع وقت تاعي. عربت انا الحمد لله رب العالمين ونطلب ان شاء الله يعد اكثر ان شاء الله باذن الله. وهذا التعب تاعو جا تعب وجاب تروزيام وكان جاب اثنان ذهبيه ثانيه وبرونزيه ان شاء الله وان شاء الله يعطي اكثر من هكا ان شاء الله. عالميه هذا الموسم. إلى ولاية تيادة حيث الأجواء حماسية وسط الساكنة التي تابعت وشجعت جمال سجاتي في نهائي سباق 800 متر وها هي تعرب عن عميق فخرها. يعني الحمد لله على هذه النتيجة المشرفة، أقول لك شكرا يا جمال على كل هذه المجهودات التي بذلتها طيلة هذا المشوار مع انك كنت من اقوى العدائين واحرص الميداليه البرونزيه. نشجعوه وان شاء الله هو راه ليجان ان شاء الله مستقبل تاعو ظاهر. سجاتي هو ابن مدينه السوقر وولايه تيارت وابن الجزائري عامه، والفوز هذا اللي حقه اليوم ماهوش يقتصر غير على مدينه السوقر، هو ابن الجزائر قبل كل شيء، والمجهود اللي قام به وكلاسمون تروازيام مشي سهله مقارنة بالمتنافسين الأقوياء الذين كانوا حاضرين. ميدالية برونزية في الألعاب الأولمبية وفي النهائي مش حاجة سهلة، احنا كنا نتمنى الذهب باش تكون الفرحة أكبر وأكبر وتكون ميداليتين ذهبيتين من تيرت، ولكن معليش راه مازال صغير مازال راه يشتغل على نفسه وكذلك مازال عنده مستقبل إن شاء الله زاهر. معليش احنا فرحانين ودائما معاها. والفوز الكبير صنعه أبطال الجزائر وساندهم أبناء الجالية الوطنية بالخارج طيلة مشوار المنافسة الأولمبية إلى غاية التتويج بالذهب، يقول أنيس مزيان. أيضا الجالية الجزائرية، فحينما تكون جزائريا تستجيب لنداء الأم أين؟ رجال نساء أطفال كلهم حضروا وبالراية الجزائرية توشحوا وبشعارات تحيا الجزائر رددوا وبنشيد قسما أنشدوا. فرحتنا إيمان يعطيها الصحة وبارك الله فيها، صافي بليزير وهذه فرحة كامل الجزائريين. برافو الجيري، برافو إيمان. حيوا الملاكمة ديالنا إيمان. برافو، رانا فرحانين بزاف بزاف و الجيري عندنا لي جيري البارتو رونديفو اي اوني لا اي اوني بارتو. هكذا هي الجالية الجزائرية لما يتعلق الأمر بمحفل أولمبي عالمي، ولما يتعلق الأمر بضرورة تقديم الدعم والسند لمن آمن بالقدرات وتجاوز العقبات والضغوطات. هذا انتصار كبير لإيمان خليف، مبروك لها وللجزائر، نحن جد فخورين بها، مبروك إيمان. ما فعلته أسطوري مع كل الضغط الذي تعرضت له، استطاعت الفوز بكل المنازلات وحصد ميدالية ثانية، لا يمكن إلا أن نكون فخورين. المشاعر تغيرت من ترقب وصمت خلال فترات النزال إلى فرحة عارمة بنشوة الانتصار. نعم انتصرت إيمان، انتصر الحق واستحقت هذه الأجواء. مبروك للجزائر والمجد لأبطالنا. ختام النشرة في أمان الله.